بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم على اللي هي البرولونج ليبر، ونشوف اللي هي اتكلمنا عليها، هنتكلم عليها. لقيت حاجة اسمها الانفلونسز اللي هي 3 بيز، والبيز كتيرة، حتى العلم الجديد ممكن أقول لك خمسة وأكتر. خلينا على البيز اللي هي باسنجر، باسج، باسنجر، باور. تاني ال 3 بيز اللي هم باسجز، مش يعني باسجز والباسنجر والباور. الباسجز اللي هي المكان، الحافلة اللي هي بمرق منها البيبي، اللي هي طبعا البلفس والترو بلفس، ونشوف ايش مشكلته. باسنجر اللي هو الراكب، من هو الراكب في الحالة هذه، وكأنه ماشي في طريق، يعني البيبي بقول لك مين هو البيبي، طبعا هذا الفيتس. الباور اللي هي الباور اللي هي تيجي الكونتراكشن، وتنقسم الى نوعين، الباور اوف ذا كونتراكشن والماتيرنال الأفورت، ونشوف كل واحدة على حدة. حتى اتفقنا انه اول حاجة ممكن يكون عندنا ديستوشيا كان بي ريزلت ان ان افكتيف يوتيراين كونتراكشن، يعني الكونتراكشن عندي هنا كأنه خش على طول مباشرة على الباور، الكونتراكشن بكون اللي هي ان افكتيف، غير فعالة. ممكن يكون عندي مال بوزيشن، هنا المال بوزيشن هو الباسنجر الفيتس، والاولى بتكون الباور، or related to absolute cephalopelvic disproportion اللي هي الباسجز، الطريق اللي هي الباسجز اللي هي الطريق، وهي سي بي دي cephalopelvic disproportion، عدم توافق ما بين اللي هي الهيد وعدم توافق ما بين الراس. This may result in poor progress during active phase of labor or a cesarean cessation of cervical dilatation. يعني ممكن هو يكون عندي poor progress، وإذا في بروجرس وبور هذا أحسن 100 مرة ما يكونش عندي أي بروجرس. لكن إحنا بدنا نشوف إلى أين إحنا لازم نقف عند البور بروجرس. following a period of mal اللي هي normal dilatation، يعني بدأ يصير عندي إيش cessation، يعني توقف، يعني مثلا مشي السيرفكس 3-4 سنتي ومرة واحدة وقف. an understanding of rule play by اللي هي 3 P's will help determine why there is delay progress in the first, second or second stage of labor, what action can might be taken. يعني اذا انا بدفهم ال 3 P's بعرف الاكشن، يعني مثلا واحدة لقينا لها سي بي دي كفاله بيرفكت ديس بروبورشن، كيف انا بدي اولدها طبيعي هذه ام السيزيريا، واحدة ما عندها مشكلة في الباور. نشوف The impact of full rectum, full bladder and fibroid cannot be ignored in causing delay in progress of labor. لما اقول لك هذه اعملي لها classification، هذه تطلع باور ولا تطلع اللي هي passenger ولا تطلع passages، لا passage في الطريق، حاجة في الطريق، بسميها loaded، loaded المليان، الرectum المليان، او loaded bladder، او full bladder، او اللي هي bladder المليانة، او عندك fibroid، بكل هذه بتوقف في الطريق. cannot be ignored، مش لازم انا اتجاهلها. وشوفوا لما اقولكوا احنا اذا من الاول بدينا فيها ورحنا قلنا للست، ايام زمان كنا يا جماعة الخير بنقول للست فليت انما، فيش واحدة بتيجي تولد اللي نقولها انما عشان نقلل اللودد، بس بعدين لقوا بالريسيرش انها لا مش كتير افكتد، وانا بتكلف وممكن تعمل مشاكل، وبعض الستات بيصير عندها كونستيبيشن بعدها، فقالوا لا خلينا على الناتشرال. الفول بلادر طبعا البلادر اللي هي بتكون فول طبعا من احد الحاجات في الباسجز اللي بتاثر. المال برزنتيشن، ايش يعني مال برزنتيشن؟ خلينا نرجع شوي نناقش معلوماتنا مع بعض، ايش معنى كلمه برزنتيشن؟ اكيد انتوا حتقولوا لي البرزنتيشن لا يعني البارت اوف ذا فيتس اللور يوتراين سيجمنت، او في اللور يوتراين بول اللي هي الجزء تبع البيبي الموجود داخل اللي هي اللور تحت. وغالبا البرزنتيشن يا اما بكون كفلك يا اما بريتش، وهذا عدا هيك عدا النورمال. النورمال معروف بريتش النورمال معروف اللي هو كفلك برزنتيشن، اللي مش نور مش كفلك بكون اللي هي مال، مال يعني مش طبيعي زي اللي هي البريتش برزنتيشن اور شولدر. such as shoulder برو او براو اور فيس اللي هي منتو بستيريور، المنتو اللي طبعا اكتر شيء المنتو بستيريور كتير 13 سنتي مستحيل يمرق، is one of causes of اللي هي poor progress or prolonged labor. This may occur as a result of problem in the passage. يعني في مشكلة عنده في الطريق في البسج. شايفين يعني مش حاجة سهلة احنا نستهتر بالبسج. يعني لما يكون عندك اللي هي براو او عندك فيس او عندك منتو فيرتكس، هذا له علاقة كتير. ممكن يكون عندك ايش مشكلة، ممكن يكون عندك مشكلة كمان مش في الفيتس نفسه، ممكن يكون عندك مشكلة في البلفس. احيانا
نوع البلبس اللي مش نورمال، اتفقنا انه في عنا كم نوع بلبس. احنا موجود عنا 4 انواع بلبس. الاربع انواع بلبس هدول اللي طبعا اللي هي الجاينيكويد والاندرويد والبلاتيبلويد، هدول الانواع ممكن لا سمح الله يكون واحد منهم مش طبيعي ويعمل كونتراكتد بلبس. ايش يعني كونتراكتد بلبس؟ الكونتراكتد بلبس يعني البلبس اللي هو مش طبيعي، البلبس اللي هي المتقلص، وهذا بيعمل اللي هي مال بريزنتيشن، واحيانا بيعمل مال بوزيشن كمان، يعني نفس الاشي في مشكله كبيره في الطريق. تمام. طيب when the fetus is adopting an attitude where is the head is deflex or slightly extend and the posit and the occiput is posterior, the presenting diameter are large. نرجع تاني، ايش كلمة attitude يا صبايا؟ الاتيتيود كيف علاقته مع حاله، كيف قاعد هو، اللي هي ريليشن شيب اوف ذا فيتس بارت ايتش توجذر، يعني هو كيف جاي مع بعض. ما انتوا عارفين البيبي بيكون جاي السنج سنج مكبكب على بعضه، متكور على بعضه، بكل تشن جايه دقنه موجوده في صدره، وايديه ورجليه متكورين في حاجه اسمها كومبليت فليكشن بوزيشن. والهيد ايش بكون؟ الهيد في هذا نورمال، انا بتكلم الهيد بكون فليكتد كومبليت فليكشن، لانه عشان يطلع عندي السمولست دايامتر في الكومبليت فليكشن اللي احنا بنسميه باي بارايتال دايامتر وسب برج سب اكسبتو برجماتيك اللي هي 9.5 في 9.5. انا بتكلم على مين؟ بتكلم على نورمال. لكن في احيانا الاتيتيود تبع البيبي مش كومبليت فليكشن، بكون رافع راسه شوي لفوق، وهذا بسميه ديفليكشن، وبطلع لي البوستيريال دايامتر كبيره جدا، بيطلع الحاجه اسمها منتو فيرتكس اللي هي 13، او في حاجه اسمها سلايت فليكشن وبعطيني اوكسبتو بوستيريال. واحيانا لو كان كومبليت اكستنشن جاي لورا لورا اللي هي الاوكسبت راجع لعند النك، هذه بنكون عنه فيس، الفيس ممكن يعدي، بس المشكله في حاجه اسمها سلايت اكستنشن او اللي هي شويه رافع راسه لفوق، حتى هذا بسميه البرو. البرو حتى في ناس بسموه العسكري، رافع راسه هيك لفوق شويه ونازل اكبر دايامتر اللارجست دايامتر، وهذا برضاش يعدي، وهذا بيعمل لي مشاكل كتير، بيعمل لي برولونج ليب. This is eventually slow progress but does not necessarily mean progress is abnormal. هو هنا بينه وبينكم احيانا لما يكون شويه الهيد يعني دي فليكس مرفوع شويه لورا لفوق، هذا مش معناه انه انا مثلا انه انا عندي abnormal، لكن هو في عندي slow progress. والسلو بروجرس مش حاجه سهله، السلو بروجرس يعني تعب على البيشنت، برولونج ليبر، مور انرجي، مور تايرد، فهو حاجه متعبه. This might be considered a relatively او relative كفاله بلفيك disproportion. ورجعنا تاني لقضيه لما يكون عندك البلفيس قريب من الجاينيكويد بسميه الجاستو ماينور بلفيس، قريب من الجاينيكويد بسميه الجاستو ماينور بلفيس، يعني اللي هي يعني لا هو نورمال ولا هو ابنورمال، باخد وقته الدايامترز شويه. Because with effective uterine contraction the fetus might adopt a more flexion flex attitude. يعني هو مش نورمال، لكن اذا كان عندك كونتراكشن كتير قويه فبتخلي البيبي يروح في الكومبليت فليكشن. شايفين كانك انت بتروحي خبطاه على راسه علشان يصير اللي هو يرجع اللي هي التشن توجد في قلب التشست. تمام. لما يصير كومبليت مع الفيري افكتيف كونتراكشن بروح ضاغط على البيبي، بروح ضاغط على العمود الفقري للبيبي على راسه، بتلاقي البيبي يخش في كومبليت فليكشن بوزيشن وبيعدي نورمال. لكن طبعا الفيتس هتلاقيه في الحاله هذه بيصير عنده مولدن، والمولدنج هذه نورمال بروسس عشان البيبي الدايامتر بتاعت الهيد تصير صغيره ويمرق. مثلا بتلاقي الاوكسيبيتال بون اجت على الـ يعني الاوكسيبيت اللي هي اللي ورا جاي على اللي قدامها البارايتال بون، او البارايتال بون جاي على الفرنتال بون، او تلاقي التنتين بارايتال اجوا على بعضهم عشان يعملوا يضيقوا الاشي عشان يمرق البيبي. لكن وير ذير is an occipital posterior position during anesthesia result in slowing progress of labor. حكيت عنها كتير هذه يا جماعة، في بعض ستات بتلاقيها انه برا يعني بالذات بتقول لك انا بدي بديورال انستيزيا اللي بتعمل ريلاكسيشن وبحسش بالولد، بس تنسوش بالولادة، بس في مصيبة فيها هذه الابديورال انستيزيا. اتفقنا الابديورال اذا بتتذكروا في النورمال انه البلبك فلور مصل ايش لازم تكون؟ توت توت، يعني مشدودة،
ايش هذه بتعمل التوت، ولازم يكون البيبي لما ينزل عليها تكون تايت كتير، عشان لما يجي البيبي ينزل عليها ايش يصير في الهيد، البيبي يروح ضاغط في اليد يعمل كومبليت فليكشن بوزيشن. فلما الاقيها مرخيه وريلاكس من الابديرا الانستيزيا، والله يا جماعه الخير كل شيء نورمال وكل شيء بقدر الحمد لله، حتلاقي انه البيبي مش حيعمل الهيد تبعه كومبليت فليكشن، وحيصير عندك اللي هي بصير الاتيتيود مش كومبليت فليكشن، حيصير عندي شويه دي فليكشن ويكون رافع راسه لفوق. وبنبدا في قصه ثانيه اسمها الانسترومنتال ديليفري، قصه ثانيه. Although the uterus has prepared itself for metabolic activity of labor as اللي هي a labor continuous smooth muscle use up the metabolic services and become tired. هذه بتكلم على ايش؟ نتكلم على حاجة تانية، انه احنا هلقيت بدينا على اليوترس. اليوترس احيانا جدا يا جماعة بصير في عندنا حاجة اسمها يوتراين انيرشيا. ايش انيرشيا؟ انيرشيا يعني تعبان اكزوست، وخاصة الناس اللي عندها اتيتيود ادفعي ادفعي ادفعي. يا عم اتفقنا ألف مرة، وكتش احنا بنقول للست بوش لما يكون الهيد على الانترويتس، فبتلاقي الستات مش عارف مين بقولها يلا ادفعي ادفعي. تنسوش عضلة اليوترس من اكبر عضلة، اقوى واكبر عضلة ملجوزة في الجسم، محتاجة كتير اللي هي ميتابوليزم ومحتاجة شوجر، وعشان كده هذا سموث مصل. وعشان كده احيانا جدا لما انت تعملي لها فري اكزوستد وما تعمليش للست وكلي واشربي وما تجيبي لهاش حاجات، بتلاقي العضلة هذه تعبت وفري تايرد، وبصير اليوترس ريلاكس وما بصيرش عنده كونتراكشن، حتى لو بدك تعطيه احيانا اكسيتوسن. بنسميها في الحاله اسمها يوتراين انيرشيا، اليوترس تعب. While some ketoacidosis is considered normal in labor, there is remain the need for additional supply of energy. ايش الketoacidosis؟ الketoacidosis انه الجسم الست بتلاقيها بتاكلش اثناء اللي هي الليبر وما لهاش نفس احيانا، واحيانا جدا احنا ما بنعطيهاش جلوكوز، فبصير عندها تاخذ انرجي من وين؟ بتاخدهاش من البروتين، تاخدها من اللي هي نيوجينيسيس. ايش النيوجينيسيس؟ حاجه جديده بتاخد من الفات، فبطلع عندي مخلفات الفات اللي هي كيتونز بادي، والكيتونز بادي هذه الى حد ما مش كتير انها ضل عندها نورمال، لكن بصير اكزوستد، فبتلاقي الجسم بياخد من الفات. الكيتون بادي هذه فيري توكسيك، وهذه برضه بتعمل ان افكتيف يوتراين كونتراكشن، وبتعمل دي هايدريشن للست، وبتعمل اللي هي برضه بتؤدي الى برولونج ليبر. نعيد المعلومه ثانيه. While some ketosis is considered normal، احيانا ممكن نورمال لانه الجسم تعب والليبر تعب والمصل تعب، فاحيانا الست بتاكلش فبطلع بناخذ من الكيتون بادي. Remain a need for additional supply of energy if uterus is continue contracted effectively. طبعا اذا اليوترس very effective حياخد more energy. Any changes to the strength length of frequency contraction will affect progress and in indicative of insufficient uterine contraction. شايفين؟ Any change to strength، اي تغيير ولا length ولا طول ولا تعبت كتير من الكونتراكشن، انا بتكلم على حاجة اسمها power algae، will affect progress and it is indicative of insufficient uterine contraction، وممكن في الاخر يصفي عندي not enough uterine contraction. شايفين؟ يعني احنا لما نقول وكلي واشربي وقري عينا، معناها انا لازم اري الست واخليها تاكل واخليها تاخد اللي هي اللي هي التمر اللي هي موجود في بروستاجلاندين. When there are concern about progress in labor, the midwife and obstetrician can make appropriate assessment to identify the cause of اللي هي decide اللي هي the best decide the best course of management. يعني انا لازم اعمل complete assessment، اروح اعمل abdominal examination، اروح اعمل BV examination، اشوف الكونتراكشن كل قديش، وانا قلت لكم مع البارتوجرام ومع الاسسمنت عشان الاقي السبب في الاخر. It is important that the woman and her partner are closely involved in any discussion and this time to enable informed consent to be given for any procedure. يعني الحين المفروض اخبر الست اول باول، اقولها والله انت يا اختي يعني لقيت الطلق عندك بدا يضعف، انت بدي اياكي تاخذي نفس مع الطلقه، بدي اياكي تنام، فبتصير اعملي لها اكسبليشن. ودائما حاولي ما تديش اللي هي فولس يعني ريزلت، يعني بدك تحكي لها الرياليتي، بدك تخليها مستعدة تهيئها نفسية، تقولي لها أنا مثلا هلقيتها ساعتين وإذا ضل الطلق عندك هذا مش حامي، أنا لازم أعملك حاجة اسمها augmentation، والaugmentation معناها لتحفيز الولادة، حكينا عنها وأخذت حقها بزيادة.
ولازم اعمل لك انجكتيشن، يا اما باللي هي زي ما اتفقنا، يا الاكسيتوسين يا الاي ار ام الارتفيشال رابشر اوف ميمبرين. It is important that repeat اللي هي examination are done by the same person. طبعا انا بقدرش اقول لك ده same person الا في الشفت، الشفت اللي بعده هيجي واحد تاني. طبعا احنا متعلمين البيزكس ومحدش فينا يعني يعني بيتعدى التاني، وعارفين انه البي في اكزام فيه موجود في كل الحاجات هذه. A full assessment should take place to ensure the decision to augment labor. يعني انا مش اي واحد اعمل augmentation of labor، لازم اعملها كومبليت اسسمنت، لازم اعمل كومبليت، مش اي حد ممكن اعمل لها اللي هي طبعا اوجمنتيشن، لانه في احيانا كونترا انديكيشن للاوجمنتيشن. ايش دور المضايف في برولونج ليبر؟ يا جماعه البرولونج ليبر حاجه كتير متعبه للبيشنت، ومتعبه للفاميلي، ومتعبه للمد والهيلث كير بروفايدر. يعني هي بتتمنى انه تعدي هالبروسس سيفلي. ذا مضايف رول ان كيرينج فور ا وومن فور ا برولونج ليبر. ايش نعمل؟ البرولونج ليبر ليدز تو انكريز ليفل اوف ستريس. طبعا زي ما حكيت، يعني واحده بدل ما تولد، في ناس بتقول لك الحمد لله خلال ساعه ساعتين انا ولدت، في ناس ممكن تضل 24 ساعه واكثر. تصوري هي بين وفي الهسبتال وستريس، بصير عندك انكزايتي اند فاتيج اند ديكريز اند ريسك فور انفكشن من البي في اكزام ومن اللينين ومن هي الحاجات كتيره. بوست بارتم هيموريج اند امرجنسي سيزيريان سيكشنز maybe will occur later. والبوست بارتم هيموريج ليش بصير عندك؟ اتفقنا انه اليوترس من كثر البرولونج ليبر بصير عندك اللي هي انيرشيا اللي هو طبعا بيرتخي، وبعد الولاده ما برضاش يصير اللي هي يعني كونتراكتد، بتخش في بوست بارتم هيموريج. طبعا احنا بنكون عارفين من الاول از ميد وايف انه بنقول هذه والله الها مثلا 24 ساعه شيز الليبر، ولا 18 ساعه شيز الليبر، بنجهز حالنا لبوست بارتم هيموريج. يعني هذا من الريسك فاكتورز للبوست بارتم هيموريج. Advice or suitable food and drink to eat in early stages of labor to maintain energy level. وهذا موجود وصار يطبق، والناس صارت اوير انه انا نعطي التمر، صار موجود الشوكولاتات الحاجات هذه اللي في الانرجي، بس انا مع الحاجات الناتشرال او الجوس الطبيعي في الستيجز اوف ليبر الايرلي، وما تضلهاش قاعده وتعمل امبيوليشن وتعمل اكسرسايز وتعمل عشان بتكون هي جاهزه. حتى صار عندنا حكايه الفيزيو بول، هذا والله كل احترام يعني في بعض الناس بتطبق في المستشفيات، وهذا كتير كتير جيده. طيب ايش كمان حاجه قلنا؟ activities are encouraged forward rotation when there is an occipital posterior position. والoccipital posterior position يا جماعه لقينا بالتجربه انه it is painful، لكن لو احنا عملنا upright position او knee chest position اللي هي كتير بساعد الروتيشن، ممكن تعدي منها على خير ان شاء الله. طبعا are just the way that might help to assess women in normal progress of labor. نساعد الست ان يصير عندنا normal progress of labor. زي ما اتفقنا ال upright position might help to facilitate more effective contraction, or alternative position might help to improve pelvic diameter the position of the baby posteriorly. وحنتكلم حنعطي اللي هي عن حيكونوا محاضرة لحاله ال upright position اللي هي ال occipital posterior position، حنتكلم عليه وحنعطيه حقه ان شاء الله. In this stage it is important to maintain hydration to encourage اللي هي voiding and to suggest non-pharmacological way to relieve pain. وطبعا في علم كبير بسميها pharmacological او non-pharmacological method، والفارماكولوجيكال ميثود طبعا انتوا عارفين حنخش في الميديكيشن، يا ريت نحاول على حاجه اسمها نون فارماكولوجيكال، منها الباك مساج، منها الوارمينج، منها الاكتيفيتي، منها الاكسرسايز، منها الفيزيو بول، ويعني هذه فيري 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 افكتيف. ايش كمان دور المدوايف؟ فاسيليتيت هار اوتونومي باي كيبينج ذا مذر اند هار بارتنر انفورم ذا بروجريس. طبعا نخبرها اول باول ونقولها، ولازم طبعا كتير بيركزوا على البارتنر، واحنا بنركز على البارتنر، بس انا مش كل بارتنر لازم، يعني احيانا جدا اذا الهازبند كوبريشن او اذا معها اختها او معها امها والناس بفهموا انا ممكن اشاركهم، لكن في بعض بارتنر خلينا اقول مرافقين لا، we should not inform them. And the choice that she is really important in helping her to feel in control and reduce her anxiety. تشوف من مناسب ايش الحاجة المناسبة
اللي هي بتقلل الانكزايتي. ريز ادرينالين ليفل ار ريزلت اوف فير انكزايتي اور بين كان امباكت نيجاتيفلي ان يوتراين اكتيفيتي اند سلو بروجريس الليبر. على الادرينالين طبعا بصير يعني على الادرينالين، مش اللي على الليبرال، الادرينالين الخوف الانكزايتي الستريس حواليها كل هذه بعلي الادرينالين. وللاسف الشديد لما يعلى الادرينالين السايد تبعه افكت على الليبر بيعمل سلو بريجرس وبقلل اليوتراين كونتراكشن وبخلي يصير عندي ادري يعني ادفيرس رياكشن. شايفين حاجات بسيطه ممكن المضايف تتغلب عليها، تعمل سبورت للست تحكي معها، ممكن تؤدي الى بوزيتيف اتيتيود. ابدومينال اكزامينيشن كان بروفايد فايتال انفورميشن اباوت ليبر with regard to the line, presentation, position, descent of presenting part as well as length. طبعا عارفين يعني الابدومينال اكزامينيشن عالم كبير، ايديكو هو الميزان، ايديك هي اللي بتحدده. لو كنت انت متابعه معها من الاول مثلا قاعده من المريضه 6 7 ساعات او 8 ساعات بتلاقي حالك انت اكثر وحده ممكن تقيمي وتقيمي الابدومينال اكزامينيشن. اخذنا كلها لاي اتيتيود سوري لاي برزنتيشن بوزيشن ديسنت كل الحاجة as long as the length strength of the contraction. واحدة هتقول لي اه اللي حنضلنا حاطين سي تي جي، مش دايما السي تي جي فيها لا ايجابيات، مش لازم تضلها طول الوقت. بالعكس الواحدة اللي عندها برولونج ليبر مش لازم انا طول الوقت حطاها وتضلها نايمة على ظهرها ومربطاها بالاجهزة. بالعكس حتى علميا لقوا ان السي تي جي له علاقة كبيرة جدا بالاموبيليتي والادفيرس رياكشن. فانت لحتى strength of the contraction وmaybe change in the pattern of can be pick up، وانت اللي بتشوفي can be pick up. طبعا لما تعملي بدك تعملي comparing this finding with those from اللي هي VE اللي هي vaginal examination and more comprehensive pictures of the progress of labor is achieved. وانا ما رجعت انا بقول لك البارتوجرام هي اللي بتبين لك كل الحاجات هذه. ولو كنت انت excellent وبتعبي البارتوجرام صح، حد ما تمسك البارتوغرام حتقولي والله هذه عندها نورمال اللي هي ليبر ولا عندها برولونج ليبر ولا عندها ابستراكتد ليبر. على طول ابدومينال بده يتقارن بالبي في اكزام طبعا، والبي في حاجات كتير جدا. طبعا البي في احنا عارفين ايش هنعمل في البي في، هنعمل اسسمنج البريزنس اند ديجري اوف مولدنج، وعارفين المولدنج الى حد ما هي حاجه نورمال، لكن اذا كان المولدنج هذا قبل ما يصير انجيجد الهيد وقبل ما يصير زيرو يعني وهي فوق قبل اول ما بدا يخش البريم بدا يصير مولدنج، نعرف انه something is wrong. The presence of position of caput succedaneum in relation to the student on the suture and fontanelle and dilatation of cervix. على طول بدي اشوف اللي هي caput succedaneum. واتفقنا ايش الكابوت succedaneum؟ الكابوت succedaneum انه هذا من كتر ما الهد هو عامل نازل في السيرفكس وصار عندك برولونج ليبر ومن حد ما يعمل ديسنت وكتير بيعمل اللي هي فبصير عندك شوية الكوليكشن اوف فلويد ان بيروستروم فلويد، عكس اللي هي كفالو هيماتوما اللي هي يعني بريزنس اوف بلاد. والكابوت ساكسيدينا بتعتبر برضو الى حد ما له علاقة بعد المولدينج لانه البيبي بيحاول جاهد يعمل اللي هي مولد اوفر لاب البول لبعض عشان يمرق، من كتر الكونتراكشن عمال يخبط بالسيرفكس فتجمع الفلويد. وانتو عارفين هذا حاجة الى حد ما نورمال لكن بتروح خلال اسبوعين، لكن ممكن يصير منها بعض مشاكل. In relation to suture and fontanelle and dilatation of cervix, noting any thickening and it is application to the presenting part. ولازم بالبي في اكزام يصيروا لا تعرفون ايش الكبوت وايش المولدنج وهذه كلها بنلاقيها في عملية البي في اكزام. تمام. Any change color of liquor if the membrane is have a previously rupture or fetal heart rate will giving some indication as to how the fetus is coping with the progress of labor. ايش يعني الامنيوتيك فلويد هو اللي بيقول لي كيف البيبي كيف كوبينج. هو النورمال انتوا عارفين سترو بيل شاحب وكالرليس، بس خلينا نقول سترو بيل هذا النورمال امنيوتيك فلويد. لكن افرض ان الامنيوتيك فلويد تغير اي تغير كلر في الامنيوتيك فلويد هذا انديكيشن ايش عند البيبي. يعني احيانا جدا لو لقيت انه لونه انه صار هذا جرينش كلر سواء في اولد وفي نيو، طبعا اولد مكونيوم ونيو مكونيوم، والاولد بخوفش والنيو اللي بخوف لانه الاولد، واذا البيبي طبعا برجع على السي تي جي فبتقولي في مكونيوم ايه كيف بدل لي انه البيبي هذا رياكشن. ما انتوا عارفين اذا بالمكونيوم معناها اللي صار عندي فيتال ديستريس معناها الانس
من لاك اوف اكسجين صار لها دايليتيشن فنزل الستول، نزل عفوا المكونيوم، فهذه فيري كريتيكال، فيري كريتيكال بوينت، وهذا لازم مصحوبه بالسي تي جي. في لو كان عندك مثلا انه انا مثلا امنيتك فلويد صار لونه يعني لونه مثلا اللي هي بلادي، يعرف انه حاجه تانية مش صارت في البيبي، صارت مشكله تانية في البلاسينتا. فالامنيتك فلويد حاجه من احد الانديكيشن اللي بتقولي لي هاوز ذا بيبي از بيهيف از انترا يوتراين لايف مع السي تي جي. شايفين سايكولوجيكال اللي هي اور اللي هي فيزيكال سبورت از امبورتنت ات ذس تايم، طبعا خاصة إذا كان عندي أنا مكونيوم البيبي بخاف من حاجة اسمها أسبيريتد مكونيوم، ولازم أنا البيبي المضر يصير لها سبورت، لأني ممكن إذا صار عندي أي ألترت في السي تي جي وخشت في إيرلي أو ليت ديسلريشن مع المول مع المكونيوم، أعرف إنه هذه إمرجنسي وبدها يمكن تحتاج سيزيريان سكشن. تمام؟ The management of prolonged labor is collaborative effort involving woman, her partner, midwife, obstetricians and anesthesia. يعني ال prolonged labor مش حاجة سهلة، بدها تعاون ما بين الست وتعاون ما بين her partner وتعاون منك يا midwife وتعاون من الobstetrician وتعاون من الانستيزيا، لأنه كلنا لازم نكون على اتصال وكلنا لازم نشتغل ايش في الحالة هذه interdependent. علاقة تداخلية، يعني مش كل واحد هذا دور الدكتور، لا انت، وخاصة انا بركز على المضوايف بقول لكم هو دورك يا المضوايف هو اهم حاجة، يا مضوايف دورك يا مضوايف هو اهم حاجة، انك انت اللي حتخبري وانت اللي حتقولي ايش عندي مشكلة، وفي الاخر لازم القرار بناء على اللي هي consultations من اللي هي الاوبستاتريشن والانستيزيا لما نحتاج انه ايرجنت سيزيريا. النورمال باتر اوبزرفيشن اند كير الليبر ابلاي any deviation from normal report to the obstetrician. النورمال باتر اوبزرفيشن، شايفين النورمال، انت يا مدوايف الجيت كيبر ان ليبر، ابلاي اني ديفيشن فروم نورمال ريبورت تو ذا اوبستريشن، على طول انت اللي بتخبري وانت اللي على تواصل وانت اللي بتكتبي دوكيومنتيشن اند كولينج، بتشتغلي على طول وبتخبري. When ARM has been done to augment labor, an appropriate period of grace should be given to effective uterine contraction to resume before commencing an oxytocin infusion. يعني الكلام هذا حكيناه قبل، إذا عملنا إحنا ARM لازم في الحالة هذه ما روحش إيميديت لحط أكسيتوسين، لأنه بعض الـ ARM احتمال قد ساعتين هذا راحة، لانه احيانا ممكن يزيد مع الاي ار ام وممكن يقف في الكونتراكشن، يبقى لازم بيريد اوف جريس اللي هي فتره راحه ما بين الافكتيف يوتراين كونتراكشن تو ريزوم بيفور كومنسز اكسيتوسين انفيوجن. قبل ما يبدا الاكسيتوسين لازم انا، لانه هذه اندكشن وهذه اندكشن، او هذه اوجمنتيشن وهذه اوجمنتيشن، والاوجمنتيشن لو هي طبعا احنا بنتكلم على ليبر بادي، فانت بتعملي ايه امرك اوجمنتيشن بتستني ساعتين بتروحي حاطه على السي تي جي بيبر اي ار ام دون، وبتحطي الاماونت وبعد اماونت او الكالر والاماونت والفيتال هارت، هذا في النوتنج. بعد ساعتين لازم تبدي اكسيتوسين، اذا عندك الكونتراكشن ضلوا فيري بور، اذا بدا سترونج خلاص بتحطيش ولا حاجه. طيب there is no specific regime for the use of oxytocin to augment labor, but it's common practice to use that. فيش حاجة معينة بتقول لك وقتش تستعمل الأكسيتوسين، ولا في رجيم معين وقتش نستعمله، بس احنا بنقول لك بالتجربة نعمل ARM، بعد الـ ARM ساعتين ما فيش contraction نبدأ نعمل اللي هي عملية الأكسيتوسين. An assessment will be done من ساعتين ل 24 ساعة after ARM commencing oxytocin to asserting the likelihood of successful vaginal birth. يعني رجعت لكلام الاولاني، انا اذا بدي سكسس فاجينال بيرث بدي بعد الاي ار ام ساعتين لاربع ساعات ابدا اللي هي، بس احنا بستنوش اربع ساعات، من ساعتين يعني تقريبا بستنوا بعدين بده يعملوا عمليه الاي ار ام. If there is persist poor progress in active phase اللي اتفقنا عليها اللي هي من ثلاثة او من لقيت لاربعة لا سبعة، despite optimal contraction for each 10 minutes lasting more than 40 seconds and the woman is free pain, will hydrate and will empty the bladder, it is unlikely that he continue with an oxytocin infusion will lead to vaginal birth. نرجع تاني هذه العبارة بس حفسرها شوية. إذا
there is برجست يعني يعني بور بروجرس ان اكتيف فيش، يعني انت فيش بروجرس. وايش المشكله هنا؟ طبعا فيش بروجرس بالسيرفايكال دايليتيشن. في عندنا مشكله كبيره هنا انه عندك اوبتيمال كونتراكشن. ايش اوبتيمال كونتراكشن؟ يعني انت عندك فيري سترونج كونتراكشن وعندك 4 في 10 دقائق ومور ذان يعني 40 سكند، يعني بقدر اقول عنها سترونج اند وومن از فري بين وما عندها بين ويل هايدريتد وعملت لها امتي ذا بلادر، ات از ان لايكلي ذات كونتينيو ان اكسيتوسن افيوجن ويل ليد تو فاجينال بيرث. يعني انت شايفاها وعندها فيري جود كونتراكشن وعندها ما فيش عندها بين وكل شيء، ما فيش داعي تستعمل الاكسيتوسن، وقفي الاوكسيتوسن ونكمل في المحاضرة الجاية.